بسم الله، تعالوا نشوف مع بعض ازاي نرسم البول لاين في برنامج لايبراري كات. اجي هنا اقول له انا عايز البول لاين، بيقول لي انت ليك كذا طريقه ممكن ترسم بيها. اقول له هات لي ابسط طريقه، فيقول لي خلاص ماشي ارسم. بلاقي نفسي برسم لاين عادي، ايه المشكله؟ مش مشكله. طب لو انا عايز ارك، اجي هنا اقول له انا عايز ارسم عن طريق الانجل اهوت بالشكل دوت. فزي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط. طب عايز ارسم عن طريق اللاين تاني، هرجع اقول له انا عايز لاين لحد ما تخلص خالص وتيجي تقفل الشكل بتاعي، وبعد كده هدوس رايت كليك عشان نخرج من الامر بتاعي. تمام، ممكن اقول له انا عايز اد نود، هضيف نقاط للشكل بتاعي. هاجي هنا تضيف النقاط بحيث ان انت في اي وقت عايز تعدل في الشكل وتعمل لي سيلكت، تقدر تمسك عن طريق النقط ديت وتحرك الشكل زي ما انت عايز. ممكن اقول له انا عايز ارسم سيركل، هيقول لي عايز ارسم سيركل على انهي طريقه. اقول له انا عايز اديك نقطه المركز وبعد كده اتحرك، فبيقول نقطه المركز فين. اقول له انا مثلا نقطه المركز معايا هنا وابدا اتحرك لحد هنا. طيب ايه الطرق التانيه؟ سيركل هدي له الراديوس بتاعي وليكن مثلا 50، تمام، واروح منزله في اي نقطه انا عايزها. يبقى انا معايا اول حاجه النص القطر، وبعد كده هبدا احطه في المكان اللي انا عايزه. هنا هديله نقطتين، اول نقطه وتاني نقطه.